السلام عليكم. بعدما كان العراق في مقدمة البلاد العربية بل ودول المنطقة الذي أسس لبناء علمي رصين منذ استقلاله، قام بتوجيه جل الاهتمام لقاعدته العلمية فاستحدث الجامعات وأرسل البعثات ورصد الأموال من أجل بناء القدرات، حتى أضحى أنموذجا يحتذى به في البناء المؤسسي العلمي بين دول المنطقة. نرى العراق ما بعد الاحتلال تستهدف نخبه العلمية والثقافية، وليس آخرها ربما ما تعرض له حملة الشهادات العليا المعتصمون السلميون من اعتداءات من قبل القوات الحكومية ضربا وقذفا بخراطيم المياه، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وتعرض النساء المعتصمات للإهانة في صورة تظهر بجلاء كيفية تعامل الحكومة مع من طالبوا بحقوقهم في فرص العمل بعد أن حصلوا على شهاداتهم العليا في الماجستير والدكتوراه. المحاور المطروحة في هذه الحلقة: لماذا يحارب حملة الشهادات العليا في العراق؟ ولماذا تهمش المخرجات التعليمية عماد النهضة الصناعية والزراعية والعلمية؟ وما أثر العملية السياسية وأحزابها المتنفذة في إهدار طاقات حملة الشهادات العليا في العراق؟ نتابع بداية هذا التقرير. على مر العصور وبهذه الطريقة يتعامل الجهل مع العلم إنها طريقة تكريم لحملة الشهادات العليا في العراق. القوات الحكومية تعتدي على المتظاهرين السلميين ضربا وقذفا بخراطيم المياه، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وتعرض النساء المعتصمات للإهانة في صورة تظهر بجلاء كيفية تعامل الحكومة مع من طالبوا بحقهم في التعيين بعد أن حصلوا على شهاداتهم العليا في الماجستير والدكتوراه. العنف الذي تعاملت به القوات الحكومية مع المعتصمين أثار غضب العراقيين الذين استهجنوا تلك الطريقة غير المقبولة في فض التظاهرات السلمية. أما المتظاهرون من حملة الشهادات العليا فقد أكدوا أنهم بصدد توسيع الاعتصامات خلال الأيام المقبلة، وأن ما حدث يؤكد مسؤولية الحكومة عن استخدام العنف المفرط ضد المعتصمين. تجمع حملة الشهادات العليا دعا إلى المشاركة الفاعلة بكل الوسائل المتاحة، مبينا أن السياسيين الذين سرقوا حقوق حملة الشهادات العليا وأصروا على عدم إنصاف هذه الفئة هو ما لم نسكت عنه مهما كانت العواقب. المفوضية العليا لحقوق الإنسان أشارت إلى أن الاعتداء على المتظاهرين جريمة يحاسب عليها القانون ويتحملها المسؤول الأعلى الذي أعطى الأوامر، ومن حق المتضررين من المتظاهرين السلميين التوجه إلى المحاكم لمقاضاة المتسببين في هذا الاعتداء. وتعليقا على فض اعتصام حملة الشهادات العليا بالقوة، قال النائب أحمد الجبوري إن مصير البلاد بيد الجهلة، وأضاف أنه أمر طبيعي أن يعامل أصحاب الشهادات العليا بهذه الخسة إذا كان الجهلة هم من يحكمون البلاد على حد تعبيره، ودعا إلى التعامل بحزم مع الفاسدين وليس مع الخريجين. من جانبه دعت نقابة الأكاديميين العراقيين الحكومة إلى الاستقالة، ورفضت التعسف الذي تعرض له المتظاهرون من حملة الشهادات العليا، وحملت الحكومة مسؤولية الانتهاكات التي مورست بحقهم. ويبدو أن تهميش أصحاب الشهادات العليا والضغط عليهم يجري بتخطيط مدروس لإفراغ العراق من العلماء والمفكرين، وهو مشروع بدأ عام 2003 باغتيال الكفاءات والطاقات العراقية من المدنيين والعسكريين. أهلا بكم مرة أخرى. أرحب بضيوف الكرام. ضيفي في الاستوديو دكتور جاسم الشمري الباحث والمحلل السياسي، مرحبا بك دكتور جاسم. وأرحب أيضا بضيوف الكرام دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، مرحبا بك دكتور قحطان. أهلا وسهلا بك أخي العزيز، حياك الله. أهلا بك دكتور. دكتور أيضا أرحب بالدكتور سلوان العاني الأكاديمي والمتخصص في شؤون التعليم، مرحبا بك دكتور سلوان العاني. مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله. أبدأ معك يا دكتور جاسم الشمري، كيف تصف تعامل القوات الحكومية مع حملة الشهادات العليا المعتصمين إذ قاموا بالاعتداء عليهم وقذفهم بخراطيم المياه؟ تحية لك أخي سمير والمتابعين رافدين وللأخوين الكريمين. حياك الله دكتور. طبعا لا شك أن البلاد، أي بلاد
لا تقوم إلا بأن يعني بالنهضة العلمية والعملية والتطبيقية، وعليه يعني حملة الشهادات هم جزء من هذه الماكنة التي يفترض أن تنهض بالبلد. ويفترض في مثل هذه الحالة أن يعني توجد الدولة الفرص الكافية من أجل الاستفادة من هذه الطاقات. اليوم معلوم لدى العراق كما يقال قرابة 3000 يعني خريج من حمل الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه، يعني لا يملكون فرص عمل يعني كافية. هؤلاء يعني لا ندري هل العراق لديه اليوم كفاية من القدرات العلمية؟ ومعلوم أن هؤلاء الخريجين مع احترامنا لهم هم ليسوا كلهم من العلماء، لكن هم يحملون هذه الشهادات، وبالتالي يفترض بالدولة على الأقل توفير فرص عمل لهم يعني تناسب الشهادات التي يحملونها. حينما نلاحظ أن التعامل الحكومي مع هذه الحالة كان تعاملا همجيا، وكأنهم يتعاملون مع إرهابيين وليسوا مع يعني مجموعة من شباب العراق وشابات العراق من المثقفين الذين خرجوا من أجل أن يقولوا للحكومة أننا حملت شهادات، نريد منكم يا حكومة يا دولة يا برلمان أن توفروا لنا فرص عمل. هذا كل ما في الحكاية، لكن رأينا أنهم تعاملوا معهم تماما كما تعاملوا مع الحويجة ويعني خيام الاعتصام في الرمادي وغيره. وهذا الأسلوب هو أسلوب حقيقة يعني يمكن أن نسميه هو أسلوب الترويض على الدكتاتورية، لأن يعني القانون الذي يتحدثون عنه في العراق هو قانون ديمقراطي، والديمقراطية تسمح لي الناس بالتظاهر وأن يقول كلمتهم أمام الحكومات. وعليه أعتقد أن الحكومة كانت يعني تتصرف بهمجية كبيرة مع هؤلاء، على الرغم من لقاء السيد عادل عبد المهدي مع مجموعة من الطلبة، والذي قال لهم أنه سيسعى من أجل يعني حل هذه المشكلة. السؤال الكبير هنا، إذا كان السيد عادل عبد المهدي هو القائد العام لقوات المسلحة العراقية، فمن الذي أعطى الأوامر لضرب المتظاهرين؟ أعتقد أن هذا السؤال هو الحلقة الأبرز في هذا الملف، وبالتالي كأنه السيد عادل عبد المهدي يحاول خداع الطلبة من باب يعني يعطي أوامر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لاستهدافهم، ومن باب يلتقي بهم في اليوم التالي. وعليه هذا الأمر يدعونا للتشكيك بمستقبل هذه المفاوضات بين الحكومة والطلبة. دكتور قحطان الخفاجي، يعني تعاملت القوات الحكومية ويعني الحكومة في العراق مع حملة الشهادات العليا تعاملا همجيا يشبه إلى حد كبير ما تعرض له المعتصمون السلميون قبل سنين. يعني من وجهة نظرك، يعني إلى أي مدى ترى أن ذلك فعلا هو ترويض على الدكتاتورية؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة، وحيا المشاهدين الكرام، وحيا الضيوف الأفاضل. أنا أرى أن نكون لنا موضوعية كاملة في تناول هذا الموضوع الحساس. ننظر للموضوع الذي حدث بزاويتين أو بجهتين، من جهتين. أولى هي التعامل الحكومة الرسمي بشكل عام مع ذوي الكفاءات العلمية بشكل عام، ليس بالضرورة هذه المجموعة التي تعرضت ما تعرضت إليه بالأمس القريب. الفقرة الثانية هي كيف تتعامل الحكومة العراقية مع أي مطلب كان، وإن كان هذا المطلب إيجابي ومنطقي وسلمي وكذا. الأولى، الحكومة بشكل عام تعاملت مع العلم والعلماء، مع الجامعة، مع التعليم بهمجية كاملة بشكل عام، وبمنهجية إلى حد معين تذهب باتجاه تجهيل المجتمع، إفراغ العراق من الكفاءة العلمية، تسفيف التعليم. لذلك نرى ثلاثية قامت فيها الحكومة بشكل عام، أدت إلى تجهيل المجتمع بشكل عام وإلى أضعاف المستوى العلمي. والآن العراقي خريج الجامعات العراقية لا يحظى باحترام واضح بين الجامعات الأخرى، خلاف ما كنا نعيشه بالأمس القريب. قبل 2003 عندما كان خريج الجامعة العراقية يكون عملة نادرة ما بين خريجين في الدول العدة. الفقرة الثانية هي عملية التعامل مع وناس خرجوا بمطالب محددة واضحة منطقية. هذا ليس بغريب على الحكومة العراقية، تعامل مع
أصحاب المطالب الصحيحة. فكل من خرج للمطالب بحقوقه أو لخدمات عامة جوبها بقمع، جوبها بإسفاف، جوبها بحالات لا إنسانية. هذا بخلاف السارق واللص والفاسد الذي ينعم في العراق في حياة الرغيدة وفي حماية واضحة من قبل المسؤولين الدولة في أي كان مستوياتهم. أما الحكومة العراقية إلى أين تذهب في هذه العملية برمتها إذا ما جمع الحالتين؟ تذهب به استمرار عملية الضغط على حريات، ترويض الشعب، إفراغ الشعب من حراكه الحقيقي، وبالتالي يكون هناك الشعب أمام حالة من اليأس تحرك لا يحصل شيء سوى إهانة بين قوسين مع احترامات للشعب العراقي، أو أن الإرادة الأمريكية الإرادة الرسمية الحكومية هي السائدة. إذا حكومتنا كما قال زميلي الشمري قبل لحظات لا يرتجى منها إدارة سليمة لكل معضلة، لا يرتجى منها إدارة رؤية استراتيجية لكل حق من حقوق الحياة والمعرفة، لا يرتجى منها رؤية جمعية للجهد العربي الجمعي العراقي الجمعي. وبالتالي نحن في توقعنا كمتابعين العراق من سيء إلى أسوأ، ولن يعطى حقا لأي مواطن عراقي إلا أن عملية التعيينات بشكل عام هي مسألة بحد ذاتها أصبحت شائكة لأسباب عدة. أرحب بالدكتور سلوان العاني الأكاديمي والمتخصص في شؤون التعليم. دكتور سلوان، يعني رغم أن الحكومة تدعي يعني صعوبة أو أنها تواجه صعوبات لاستيعاب حملة الشهادات في الوظائف الحكومية، ولكن بالمقابل هي طوال تلك الفترة يعني تغيب خططها للاستفادة من طاقة هؤلاء. إلى أي مدى ترى أن هذا الأمر هو فعلا يصب في هدف ذكره الدكتور قحطان الخفاجي وكذلك الدكتور جاسم الشمري، هو ترويض على الدكتاتورية وتدجين للمجتمع ومحاولة تغييب متعمد لقواه العلمية؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لهذه المداخلة، شكرا للدكتور قحطان والدكتور الشمري على ما تفضلوا عليه. حقيقة المادة 38 في الدستور العراقي والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقبل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. سبب خروج هؤلاء الأساتذة أو حملة الشهادات العليا هو حاجتهم إلى العمل، وهم في وطنهم، إذا ما تستوعبهم وطنهم فأين يذهبون؟ لذلك في غياب فرص العمل تظهر الحاجة إلى وضع برنامج وطني. الحكومة وعدت حسب ما نسمع بالقضاء على البطالة، لكن أين هذا البرنامج؟ وأسأل أين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟ أين وزارة التربية؟ أين وزارة التخطيط؟ هذه الجهات المعنية مباشرة عن حملة الشهادات العليا. فعندما تغيب هذه الجهات فيكون الرد من جهات أمنية وكأن هؤلاء الناس مجرمين. التعبير عن الرأي حق مقبول، والمطلوب وضع خطط قصيرة المدى وخطط بعيدة المدى. هذه الخطط تحتاج إلى مشاريع تضع في عملها وفي تخطيطها مشاريع تنموية لبناء قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والاقتصاد. هذه ما تجي، يعني أنا أقول إلى الحكومة أن تعلن عن برنامج حقيقي لدراسة البطالة وهؤلاء حملت. هي دائما ما يعني ما تعلن برامج لدراسة البطالة ووضع الحلول، ولكن بالتالي يعني هناك تناقض في التعامل كما هو واضح في هذه الصورة. يعني حملت عندما تضع دراسة لازم أكو درجات وظيفية تخلق. أين الدرجات الوظيفية؟ أين نسدها؟ يعني إحنا نقص في كل قطاعات الدولة. إحنا الدولة الآن مستهلكة، نصدر بترول ونستورد كل مستلزمات
العملية. في هذه النقطة اسمح لي أن أنتقل للدكتور جاسم الشمري، دكتور قحطان، دكتور سلمان العاني. دكتور جاسم، يعني الدولة تصرف مليارات الدولارات على التربية والتعليم دون سياسة واضحة للشباب العاطل عن العمل. يعني الكثير من الدول، يعني العراق بلد غني كما هو معلوم، غني بالنفط وغني بالثروات. ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، هناك تجارب موجودة لدول ليس فيها بترول، ولكن العراق تحديدا مليارات الدولارات أين تذهب؟ يعني نحن حينما نريد أن نتحدث مثلا على قضية البطالة الموجودة في العراق، معلوم أن البطالة هي مشكلة اقتصادية بالأصل، والبطالة في العراق كما تقول الحكومة هي تقريبا 22%، لكن الأرقام غير رسمية تقول هو ضعف هذا الرقم، ربما تصل إلى 40% قبل أن نتحدث عن المليارات إلى أين تذهب. يعني مشكلة البطالة قبل أن تكون مشكلة، يعني قبل أن تكون مشكلة اقتصادية، هي مشكلة اجتماعية وعائلية وسياسية وأمنية وحتى دينية. وعليه الدولة حينما تترك هذا الكم الهائل من الطاقات، هذه الطاقات بحاجة إلى تفريغ، يعني هم محملون بشحنات، الدولة تتجاهل هذه الشحنات، وعليه سنجد في الغالب وليس في المطلق تفريغا لهذه الشحنات في السالب، في الحالة السلبية، ربما الاتجاه إلى الجريمة، ربما الاتجاه للمخدرات، ربما الاتجاه إلى أمور لا أخلاقية، كل ذلك بسبب عدم توفر فرص عمل لهؤلاء. البطالة يعني كما يذكر العلماء هي يعني عدة أنواع، منها البطالة الهيكلية والدورية والموسمية والبطالة المقنعة والبطالة السافرة. هذه اليوم في الواضح في العراق الصورة واضحة، هي البطالة المقنعة والسافرة. البطالة المقنعة هي البطالة الموجودة التي يمثلها يعني نسبة ليست قليلة من موظفي العراق الذين يستلمون رواتب وهم في الناتج صفر، يعني معامل مغلقة وهم يستلمون رواتب، أو يذهب الموظف إلى دائرته دون أن يكون منتجا. هذا أنا لا أدعو إلى قطع رواتب هؤلاء، أنا كلامي عن حكومة. الموظف هو يريد أن ينتج بدليل أنه يذهب إلى العمل، لكن لا يوجد ما يفعله. يعني قبل أيام تابعت تقريرا على إحدى القنوات العراقية عن معمل الزجاج والسيراميك في الأنبار. مدير المعمل قال أننا بحاجة إلى ما يقارب 50 مليون دولار من أجل إعادة تشغيل هذا المعمل، وفيه قرابة 1500 موظف. يعني تخيل مليار واحد يمكن أن يشغل 20 معملا متوقفا في العراق. إذن القضية، عودة إلى سؤالك، أين تذهب المليارات؟ رئيس حكومة السيد عادل عبد المهدي قال أن الفساد استهلك 300 مليار دولار من موازنات العراق. تخيل نحن أمام رقم 300، نأخذ رقم واحد من هذه 300، مليار واحد، المليار قادر على تشغيل 20 معمل في العراق. تخيل كم الهائل من الإسراف في السرقات والفساد المالي والإداري. قبل أيام حدثني صديق لي في كردستان، قال قررنا أن نفتح جامعة في الموصل، وبعد أن تمت الموافقات من كل الجوانب، قال الموظف الآن انتهت أوراق بصورة قانونية وبقيت أمور أخرى. فقال أنا فهمت أنه هو بحاجة إلى يعني هدية أو شيء من هذا القبيل. طلبوا من هذا الرجل 350 ألف دولار من أجل التوقيع على أوراق جامعة ومستشفى. تخيل أن الموظف اليوم صار ليس شريكا وإنما متنمرا، أنا لا أتكلم عن كل الموظفين، أنا أتكلم عن فاسدين. وعليه المشكلة، هو مشكلة كبرى في هيكلية بناء الدولة العراقية. لو كان الموظف والمسؤول وكل من يملك سلطة في البلد يعلم أن هنالك قوة يمكن أن تتابعه، هذا ربما سيجد يعني إما اليوم أو غدا نفسه بين قبضة القانون. وعليه القوة
هي التي تقود إلى بناء الدولة. وأنا لا أدعو للدكتاتورية وإنما أدعو إلى القوة المنضبطة، حينها سنجد أن هذه المليارات تعود إلى الشعب ونضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة وننطلق جميعا من أجل بناء العراق ثانية. دكتور قحطان الخفاجي، هل المشكلة فعلا هيكلية بناء الدولة العراقية؟ أصح وأدق في مؤسسات الدولة، أما الهيكلية قد نرى أن أكثر من جهة رسمية مناصرة فيها مهمة متابعة أموال الدولة والأموال العامة. هناك النزاهة وهناك التدشير العامة وهناك رقابة مالية موجودة مؤسسات كبيرة الدولة، ولكن في مصداقية في القيام بالمهام الأصولية. الدولة الحكومة عندما أو الدولة بشكل عام عندما تغيب عنها التشريع الاستراتيجي الدقيق وتغيب عنها الرؤية التنفيذية وتغيب عنها أيضا الرقابة ويغيب عنها ما يسمى بالحسابات الاقتصادية أو متابعة أموات أين ذهبت، تكون المال عندها ما يسمى بالمال السائب، وبالتالي هذا المال السائب يعلم على السرقة. طيب دكتور قحطان، هناك من يسأل على أن الدور الرقابي مثلا على سبيل المثال من أين ينبثق؟ أليس له حاضنة مجتمعية ينبثق منها؟ يعني هل الحكومة انبثقت من خارج المجتمع؟ البعض يسأل وليس أنا. الدور الرقابي بالتأكيد ينظر إلى جهات معينة كان يكون البرلمان ما ذلك، هذا فيه خلل واحد. أما نعم الحكومة الشعب هو أساسا مصدر كل السلطات والذي يوجه الأمور هو لكذا نعم، ولكن هذا الخلل الكبير عندما الشعب يوافق على هيكلية حكومة وبرلمان بهذه الآلية فاتت الامتياز. لعنا سمعنا كيف كم كانت عملية سياسية الانتخابية الأخيرة مهزلة بمعنى الكلمة، سواء من حجم المشاركة اللي تتجاوز 18% أو من المساومات والرشاوة والشراء الذمم والمناصب بين المسؤولين. إذا نحن أمام ثلة فاسدة أكثر من حكومة واحد، للأسف الشديد أمام شعب لم يعي مسؤوليته حقيقة الأمر ومغيب عن الفعل أولئك الذين يملكون رؤية عقلانية وعلمية ومهنية. كل هذا يجعل الرقابة ضعيفة لما تكون معدومة والفساد مستشري وغياب القضاء الحقيقي، كلها مجموعة تجعل الأمور غائبة عن الواقع. ليس هناك أي تخطيط ولا أي تابعة ولا أي مراقبة ولا أي محاسبة، وبالتالي أتوقع المال العام سوف يبقى سائب لمن يملك القوة حتى يسرق دون المساءلة. نعم دكتور سلوان العاني، يعني مفوضية العليا لحقوق الإنسان بالتأكيد هي خاضعة لرقابة البرلمان. نحن نسأل، يعني هناك دستور موجود في العراق يعني ينظر إليه على أنه دستور دولة، يعني القوات الأمنية أو الاعتداء على المتظاهرين من قبل القوات الأمنية يعد وفق هذا الدستور هو جريمة يحاسب عليها القانون العراقي حسب المواد 412 و413 رقم 111 لسنة 1969، ومن حق المتضررين التوجه إلى المحاكم الجزائية عفوا. من وجهة نظرك دكتور سلوان العاني، لماذا دائما ما يشار إلى الدستور ولكن ما هو إلا حبر على ورق؟ الدستور هو يفترض أن يكون صيغة عمل في الحياة، في الحياة المجتمع وفي الدولة. لكن أسأل يعني كم شيء من هذا الدستور منفذ على الواقع؟ نيجي على الحياة الطبيعية للإنسان، تكفل له التعليم وتكفل له الصحة، لكن هل هناك تطبيق حقيقي؟ أنا أقول إحنا لازم يعني نتوجه إلى أولا إعادة هذه الأموال التي أخذت بغير حق من قبل أشخاص ولم يحاسبوا عليها. ثانياً أن نضع خطة حقيقية يقتنع بها الشعب، تنبثق من البرلمان وتنبثق من مؤسسات المجتمع المدني وتعمل على تنفيذ لحل مشاكل البلد، مشاكل كبيرة. حتى الدستور
غير قادر على حل هذه المشاكل. فأجيب لك مثل، دائما احنا نتخوف عندما نقول نطبق القوة يعني اللي هي مرتبطة بالقانون. هذه مو فد شيء عيب، دول مثل سبقتنا سنغافورة ودول أخرى استطاعت بالقانون واستتاب الأمن وبناء حضارة وبناء جامعات وبناء كفاءات وتصبح دولة رقم واحد في الاقتصاد وفي العلم وفي المستوى يعني النموذجي في جودة التعليم. لماذا نحن لا نستطيع ونحن بلد تاريخنا 6000 سنة ولدينا إرث طويل وتقاليد؟ احنا بعد الاحتلال هذه التقاليد والإرث قد اختفى بسبب متعمد. لو نرجع إلى تاريخنا وإلى ما كان عليه العراق سابقا سنجد هنالك كثير حلول ممكنة لحل مشاكلنا بدون الاتجاه إلى القوة وإلى القوة المفرطة في التعامل مع المجتمع وعلى المتظاهرين. دكتور جاسم، يعني بحسب ما يرى أكاديميون عراقيون أن طالما الحكومات المتعاقبة انتهجت هذه الأساليب، انتهجت أسلوب تهميش النخب العلمية وازدهر في عهدها كما ذكرتم الفساد. البعض يقول بأن هذا الأمر أو هذا هو مشروع بحد ذاته ابتدأ باغتيال النخب العلمية بعد الاحتلال مباشرة، وتبع ذلك سلسلة من ضمن حلقاتها هو تهميش النخب العلمية في العراق. والبعض يرى وخصوصا حتى من داخل البرلمان في العراق يقول إن هناك جهات معينة لا تريد لهذه النخب أن تتبوأ مكانتها الحقيقية في المجتمع، ولذلك لا يراد للعراق أن ينهض من جديد. يعني من وجهة نظرك، يعني من هي هذه الجهات التي لا تريد للعراق أن ينهض من خلال هذه السياسات الحكومية؟ يعني هو طبعا في غالبية النخب العراقية، لا أقول جميعها، يعني خرجوا، يعني من الذين بقوا على قيد الحياة معلوم أن تم استهداف أكثر من 300 عالم في العراق، والنسبة ليست قليلة من العراقيين موجودة الآن في أوروبا في المستشفيات الأوروبية، أطباء وفي دول الجوار وفي دول الخليج. يعني هذه الطاقات العراقية الكبيرة مع الأسف يعني ضائعة في بسبب عدم وجود يعني دولة قادرة على حمايتهم. يعني أنا أقول مثلا لو انتبهنا مثلا على ألمانيا، ألمانيا يعني هي من الدول التي ليست فيها شهادات عليا بكثرة. يعني الدراسة في ألمانيا من مرحلة الإعدادية يعطون الطالب يعني اتجاه معين في الصناعة، مثل هذا يكون ميكانيكي، هذا في السيارات، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. وبالتالي الأمة الألمانية اليوم هي أمة منتجة، معلوم يعني ألمانيا من الدول المتقدمة في كثير من المجالات وهي من الدول الكبرى في العالم. وعليه القضية هي ليست في قضية الشهادة، يعني حتى الأستاذ الجامعي والبروفيسور يحتاج إلى الميكانيكي، يحتاج إلى النجار، يحتاج إلى الحداد، يحتاج إلى، نحن نتحدث عن منظومة متكاملة، يعني الجميع محتاج إلى الجميع. وعليه القضية هي ليست فقط يعني استهداف الكفاءات العليا أو أصحاب الشهادات العليا، القضية هي في استهداف الإنسان العراقي. كيف يمكن أن نوقف الاستهداف للإنسان العراقي؟ هذه هي القضية الكبرى. من الذي يستهدف الإنسان العراقي؟ من الذي يستهدف الإنسان؟ من الذي يقتل العراقيين؟ معلوم أن من ضمن حلول لقضية البطالة وعودة الكفاءات وبناء الدولة هو إيجاد بيئة آمنة. البيئة الآمنة هي أن تكون هنالك قوات أمنية تنظر لي ولك ولكل المواطنين على أنهم
يعني من مواطني هذا البلد، ولا أفرق بيني وبينك على أساس الدين أو العرق أو المذهب أو الانتماء السياسي أبدا. هذا لا يمكن أن يدخل ضمن نظام الأجهزة الأمنية. أنا شرطي، واجبي أنا أدي النظام بنظرتي لك كمواطن، لا نظرتي لك كأنك شيعي أو سني أو عربي أو كردي أو مسيحي. هنا بدأت الإشكالية. الإشكالية هو عدم وجود قوة أمنية قادرة على حفظ الأمن في البلاد، وبالتالي كما يقال أنني حينما لا أجد خيمة اللي هي الأمن أنا أضطر إلى البحث عن خيمة أخرى. إن غابت هذه الخيمة هنالك خيمة أخرى اللي هي القضاء. حينما يكون الخلل في غالبية هذه الأجهزة سواء من الأمن أو في نسبة ليست يعني كبيرة طبعا في القضاء، هذا يجعل المواطن في خوف في حيرة، وبالتالي يضطر إلى الهروب. من هنا الذين يعني يدمرون العراق هم الذين يعملون على نشر الفوضى وعدم السلام في البلد. من يريد أن يبني العراق، من يريد أن يعني أن تعود الكفاءات إلى العراق، عليه أن يعني يجعل أرضية صالحة آمنة لهؤلاء، ثم بعد ذلك نتحدث عن الحلول التي يمكن أن تنهي هذه المشكلة. أما لا يوجد أصلا أرضية صالحة للعودة ولا يوجد أرضية صالحة للبناء، فأعتقد أن هذا يعني الكلام هو مجرد يعني مضيعة للوقت، وبالتالي ينبغي أن نذهب إلى الحلول الجذرية، وهي ضرورة إيجاد حكومات عادلة، وأن توجد أجهزة أمنية منضبطة، وأن يوجد قضاء لا يفرق بين المواطن. نعم. دكتور قحطان الخفاجي، هناك ثلاثة عناصر تحدث عنها دكتور جاسم الشمري: الأمن والقضاء، بالإضافة إلى يعني نقطة التعليم المهمة جدا لإقامة أي دولة يعني على أسس صحيحة. غياب الأمن على هذا النحو، يعني شاهدنا الصور التي يعني أهين بها حملة الشهادات العليا الذين هم يعتبرون لبنة النهوض لأي مجتمع، نهضة اقتصادية، نهضة زراعية، نهضة علمية في كل ميادين الحياة. نلاحظ هذا التعامل المستهتر من قبل القوات الحكومية ضدهم. يعني من مصلحته أن يكون الأمن في العراق على هذا النحو، وكذلك منظومة القضاء على هذا النحو؟ عزيزي، حقيقة الأمر من له مصلحة في ذلك شيئين أو جهتين، منها داخلية ومنها خارجية. بالتأكيد الخارجية هي تلك الأطراف الإقليمية التي أو الخارجية الدولية التي لا تقضى أو لا تتمنى للعراق أن يترتب بصيغة معقولة كدولة. الجهة الأخرى بالتأكيد هي تلك العناصر المتمثلة في الشأن العراقي والتي تمتلك إرادة أو فاعلية كما منذ أن تنطق إمكانية. هذه بالتأكيد لا يروق لها أن تترتب أمور العراق بما هو منطقي وسليم، لا يروق لها أن يكون ذوي الخبرات وذوي القدرات العلمية والقدرات المهنية عند مكانهم الحقيقي، لأن ذلك سوف يظهر عجزهم. الحال الأخرى هو أولئك الفاسدون الذين تمرسوا وتمكنوا من كل شيء في العراق. ولعلنا سمعنا أو في أكثر من مرة أن القضاء يعجز أمام سلوكيات الفاسدين، كما هو حصل مع وزير الصحة، وزير بهذا الحجم وهذه المسؤولية يقدم استقالته لأن هناك ضغوطات من فاسدين عليه، ولا يقوى أن يفصح عن هؤلاء الذين يضيقون عليه. انظر إلى أي مدى نحن وصلنا، بحيث الفاسد والمنحرف والمسيء هو يتمكن من فعل ودون أن يكون هناك مساءلة عليه. إذن المسألة الأمنية في العراق قد غابت بشكلين: أولا غاب الأمن كأمن كشعور أمني، اثنين خلل كبير في أجهزة الأمنية التي الآن أصبحت هي جزء من الحالة اللاأمن. إذن لدينا أمن مركب، وهذا قد يكون قليل في دول العالم. دول العالم قد تشكو من غياب الشعور بالأمن، ولكن لديهم مؤسسات أمنية ممكن أن يجتهد فيها أكثر ويتجاوزون حالة اللاشعور الأمني. إذن نحن أمام حالة كما قلنا، ونؤكد
من استشراء ومن تمكن ومن سيطرة الفساد وعناصر الفساد. زد على ذلك أن القوى الإقليمية والدولية، إيران مقدمتهم، كان الصهيوني، أمريكا، ليس من المنطق أن يروق لهم أن تكون في العراق بلد يحسب له حساب داخليين وخارجيين. لذلك يؤثر على مستوى فاعليتهم في المنطقة، على مصالحهم الذاتية الأنانية، يعيد التوازن المنطقة بما لا يتوافق معهم. لذلك العراق للأسف له أعداء كثر، منهم في خارج، منهم إقليمي، والعدو الأكثر تأثيرا هو الداخلي، والأكثرين هو عندما يكون الجاهل في محل صنع القرار والفاسد في محل صنع القضاء وصنع القضاء الأمني. نعم. يكون الأمر مضاعف بالإساءة. نعم دكتور سلوان العاني، يعني بطبيعة الحال هناك دستور في العراق فيه فقرات كثيرة، من ضمنها يعني الذي يتحمل المسؤولية هنا عن الاعتداء على المتظاهرين السلميين هو الآمر للمنتسب والمسؤول الأعلى حسب قانون العقوبات العسكرية رقم 19 لسنة 2007 وقانون قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008. يعني كأكاديميين، يعني كمتخصصين بالتعليم، هل هناك فكرة من وجهة نظرك لتقديم يعني شكوى إلى الجهات المختصة لتقديم المتسببين بذلك للمحاكم الدولية من وجهة نظرك؟ يعني وخصوصا أنه مثل ما تحدث الدكتور جاسم الشمري أن المسؤول الأول هو القائد العام للقوات المسلحة. نعم، الشكوى يعني إذا كانت تؤدي إلى نتيجة وحفظ كرامة الإنسان العراقي، بغض النظر أن يكون هو إنسان بسيط أو صاحب شهادة، أو هذه مقبولة، يفترض كرامة الإنسان هي فوق كل شيء. وأنا بس أقول شيء واحد، إذا كانت هذه تؤدي إلى حل المشكلة فأنا أقول نعم، اللي يتوكلون على الله يقدمون الشكوى، لكن هذه لا تحل المشكلة. لأن كما أثبت أن الدستور غير قادر على حل مشاكل المجتمع. وأقول شيء واحد، أنه المشروع الاحتلال لم يكن فقط في صفحة عسكرية إسقاط نظام، وإنما تدمير البنية التحتية ومنها الجانب التعليمي. فكان الهدف أنه إنهاء هذه العقول صاحبة الدراسات العليا والأفكار النيرة التي تقدم إلى المجتمع الكثير من حلقات التطور العلمي والتكنولوجيا في العالم. فالغرض هذا كله هو إفراغ العراق هذه الكفاءات وتهميش أي دور إلها بناء تنمية صحيحة للبلد. فإحنا مدعوين ومدعوة دولة، لأنه العراق أصبح من دولة متطورة مشهود له بالتطور العلمي والتقني إلى بلد في قمة البلدان المتخلفة تعليميا، يعاني من معدلات الأمية خارج مقاييس جودة التعليم، خارج التصنيف العالمي للجامعات. وإحنا نريد حل جذري، أن تضع الدولة جذري لهذه البطالة التي وصلت إلى 31%، يعني ما يقارب 9 مليون عراقي يعني لا يحمل وظيفة وليس له لديه رزق، رغم أن العراق مقتدر ماليا ويصدر بترول والواردات التي تزيله كبيرة جدا. كل اللي مطلوب التوازن في توزيع هذه الأموال على مؤسسات الدولة ووزارات الدولة، بحيث أنه كل قطاع يأخذ استحقاقه من هذه الأموال، لأنه أولا وأخيرا هو بناء الوطن. ونحن جميعا نتمنى أن يعود العراق إلى أيام العز والتقدم العلمي، وكما يضرب به المثل بلد يعني يحمل تاريخ وحضارة وحضارة. شكرا لك دكتور سلوان العاني الأكاديمي والمتخصص في شؤون التعليم على وجودك معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة. دكتور جاسم، يعني بالعودة إليك، ما هي فرص التوجه إلى يعني تحدثت عن موضوع القضاء وأن القضاء هو يعني فيه خلل كبير،
هل هناك فرص للتوجه إلى محاكم دولية مثلا؟ يعني أنتم كأكاديميون أو كأكاديميين كيف تنظرون إلى الأمر من ناحية الحفاظ على الحقوق والحفاظ على الكرامة أيضا؟ هل هناك فرص للتوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة المتسببين بهذا الاعتداء؟ يعني بالبداية طبعا فقط أريد أن أعقب على قضية خروج الجامعات العراقية عن التصنيف العالمي. هذا كلام ليس دقيقا، ما زالت الجامعات العراقية يعني لديها مكانة في العالم على الرغم من كل هذه الظروف، لأن نحن نتحدث عن بلد عريق يعني بغض النظر عن الحكومة، وعليه تبقى الجامعات العراقية عريقة، ونأمل أن تعود ضمن حالة صحية وتبقى هذه العراقة مستمرة في الجامعات العراقية. فقط أنا للتنويه على هذه النقطة. هذا أولا. ثانيا قضية الشكوى، أنا حقيقة تألمت كثيرا حينما رأيت في اليوم التالي للاعتداء مجموعة من الطلبة يجلسون مع رئيس الوزراء، يعني وكأنه القضية هم خرجوا من أجل، يعني لو فرضنا يعني تقول الدولة سنعطيكم في الشهر كل حامل شهادة عليا مليون دينار عراقي، وبالتالي اللي هي تقريبا 800 دولار، سنجدهم في اليوم التالي هنا اعتصام ولا كأن شيئا لم يكن. القضية أنا أتساءل أين الكرامة، أنا أين كرامتي كإنسان حينما سحقت كرامتي أمام الأنظار الجميع، ثم من الذي خول هؤلاء للجلوس مع رئيس الحكومة؟ يعني القضية قضية حقيقة مخجلة، أنا أقولها بمرارة، يعني كنت أتمنى أن يصدر هؤلاء الشباب بيانا يطالبون فيه الحكومة أولا بالاعتذار، ثم بعد ذلك يمكن أن يدخلوا في مفاوضات مع الحكومة. أما أن يذهبوا مباشرة من أجل يعني أن يحصلوا على وظيفة، فأنا أقول تعسا لرغيف الخبز الذي لا كرامة فيه. القضية قضية سيدي كريم، نحن نعيش مرة واحدة، ما قيمة الإنسان أو حياة الإنسان حينما تكون بلا كرامة؟ لو كنا نفكر بهذه الطريقة لما خرجنا من البلد، يعني كان يعني إن كانت الكرامة قضية ثانوية فهذا يعني ممكن أن تهان وتبقى في البلد، ممكن أن تشتم وتبقى في البلد، هذه مهزلة، هذه ليست يعني، هذا يتناقض مع الشهادات العليا. أستاذ سمير، صاحب الشهادة العليا يفترض أن يكون مثقفا، والمثقف لا يرضى لنفسه أن يهان، فكيف يمكن أن يعني أنا عذرا من هذا، أنا أسجل اعتراضي على هذا اللقاء وبالقلم العريض، يفترض أن لا يذهبوا للقاء رئيس الحكومة إلا بعد أن تقدم الحكومة اعتذارا لسبب واحد، أنه لو فرضنا أن السيد عادل عبد المهدي ليس رئيسا، ليس قائدا عاما لقوات مسلحة، حينها يمكن أن نقبل بالأمر، نقول أنه مثلا وزير الدفاع هو القائد العام لقوات مسلحة، هو الذي أعطى الأوامر، ورئيس الحكومة هو لا دخل له بالأمر، وهو من باب لملمة موضوع أو إنهاء القضية يمكن أن يلتقي بالطلبة. أما أنه يكون قائد العام لقوات مسلحة هو الذي يعطي الأوامر، إن لم يكن بطريقة مباشرة فبطريقة غير مباشرة، فكيف يمكن أجلس معه في اليوم التالي؟ وهذه الصور المخجلة، ورأينا كيف هي القسوة في التعامل معهم عبر خراطيم المياه. إذن القضية استان سمير، وكأنهم خرجوا من أجل يعني وظيفة دون أن يكون مع احترامي لهؤلاء، أنا أقول الذين رضوا أن يكونوا يعني مع رئيس الوزراء دون أن ينظروا إلى قضية الكرامة. يفترض أن نقدم الكرامة على الوظيفة، أن نقدم الكرامة على الراتب، أن نقدم الكرامة على كل المصالح الشخصية. أما أنني مجرد أن تدعوني الحكومة ويكون لي أملا في الحصول على وظيفة أنسى هذا الأمر، فأعتقد أن هنالك خلالا كبيرا في القضية، وبالتالي يفترض على المسؤولين عن اعتصامات هؤلاء الطلبة مراجعة هذا الأمر قبل تقديم شكوى إلى محاكم عراقية أو محاكم دولية. ومعلوم أن المادة 412 و413 من قانون عقوبات العراقي تجيز لهم أن يقدموا يعني شكوى، لكن يبدو أن الأخوة ليس قضيتهم قضية يعني هو مجرد الحصول على وظيفة، وهذا الأمر يعني أنا أدعوهم من هذا المنبر إلى إعادة الأولويات في موضوع المظاهرة، وأن يعرفوا أن حامل الشهادة العليا يفترض، وكل إنسان
أن يقدم كرامته على شهادته وأن يقدم كرامته على الراتب وعلى الوظيفة. دكتور قحطان الخفاجي، يعني أولويات، هناك أولويات إنسانية وهناك أولويات ل يعني استرداد الكرامة. أنتم كأكاديميين في موجودين في العراق، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ بدنا أنا أؤيد وأذهب إلى أكثر ما ذهب إليه أستاذي شمري بأن الموضوع ما كان أن يكون كما شاهدنا في الصورة أنهم يدرسون إلى رئيس الوزراء على أمل أنه يصحح حاله، لأنه هو جزء من المشكلة وليس جزء من الحل حقيقة الأمر، لأن تردي الأوضاع العراقية سواء الأمنية أو العلمية أو المجتمعية راجعة لسوء إدارة الدولة، وبالتالي الحكومة أنها في رأيي التصميم عاجزة عن تقدم شيء. رقم واحد. اثنين، الأمن عندما تعامل مع عملية إنهاء اعتصام الأساتذة أو حماد الشهادات، أنا أرى في كفة وعملية التعامل ذلك المنتسب لا يملك ذرة أخلاق. لا. كيف تعامل مع فتاة سقطت على الأرض واستمر في رمي المياه القوية باتجاهها وجعلها في وضع لا نتمناه لأهلنا ولناسنا ولخواتنا ولبناتنا. طيب. أنا أدعي الآن عبر قناة أو دعات أكثر من جهة. نعم. هذا الشخص يجب أن يحاسب محاسبات مضاعفة، لأن في فعله لم يقطع عملية صف من تجمع معين لا على التعيين. نعم. شكرا لك دكتور. تجي على وضع امرأة تسقط على الأرض، هذا قمة لا أخلاق وقمة لا مسؤولية. نشكرك. أسحب الأمر على أن الدولة قد رأت هذه الحالة والجهات الأمنية قد رأت هذه الحالة ولكن لم تساعد أحد. إذن نحن الكرامة يجب أن تكون موجودة. نعم، قد نقول أن الحكومة هي أب والمواطن ابن، وبالتالي مسألة الكرامة بين الأب والابن تحت حسابات أخرى بالتأكيد، ولكن المشكلة الكبرى أن الحكومة العراقية غير جادة في أن تخرج الحالة السيئة. إذن الحكومة غير جادة. نعم، الحكومة غير جادة دكتور قحطان. نعم، نشكرك شكرا جزيلا دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية على وجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا دكتور. دكتور جاسم، في دقيقة واحدة، ما الحلول للبطالة من وجهة نظرك؟ أنا دائما يعني أريد أن أشير إلى شجاعة الدكتور يعني قحطان الخفاجي. هذا الرجل حقيقة شجاع ويتكلم بكل رجولة من داخل العراق. فعلا هذا أمر يحسب. نعم. له. نعم. يعني حقيقة أنا أتصور أن البطالة يمكن أن نقضي عليها بعدة نقاط سريعة. أولا، سعي يعني دوائر الدولة لسد حاجتها الفعلية من الكفاءات. ثانيا، يعني السعي لبناء مصانع جديدة بالذات مع احتياجات العراق من ضمنها معامل البناء وغيرها، السكن وغيرها. أيضا إعادة تأهيل المعامل المدمرة، وكذلك الاقتصار أن يكون التوظيف الأولوية للعوائل التي لا يوجد فيها موظف أو أكثر، وبالتالي هذا من باب توزيع العادل للثروات بين المواطنين. أيضا وضع شروط تشغيل للطاقات العراقية في الشركات الأجنبية. معلوم هنا في الدول الأجنبية لا يعطوك تصريح لأي شركة إلا أن تشغل 5 مقابل 1، وبالتالي نحن لدينا أكثر من 30 جنسية في العراق يعني من الشركات يفترض أن نفعل هذا الأمر. الأمر الآخر هو يعني تقنين العمالة الوافدة للعراق، ذلك لأنه نعاني أصلا من البطالة، حتى لو كانت هذه العمالة أرخص من العراقية يفترض تقنين هذا الأمر. الأمر الآخر هو فتح أبواب القروض الآجلة من بدون يعني فوائد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تشجيع الناس على التوجه للعمل. هذا لا يعني أنني حصلت على الشهادة ولم أجد فرصة عمل أنني أضع الشهادة بين يدي وأجلس أنتظر الرزق من السماء، وعليه يفترض بالدولة أن تفتح الباب على مصراعيه للمواطنين. ولا ننسى هنا نقطة أخيرة، على البرلمان أن يسائل رئيس الوزراء سيد عادل عبد المهدي من الذي أعطى الأوامر لضرب المتظاهرين، وإلا فإن كل كلام النواب هو هواء في شبك. يفترض أن يحاسب رئيس الحكومة من الذي أعطى الأوامر لضرب المتظاهرين. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام دكتور جاسم الشمري الباحث والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول للدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية
وللدكتور سلوان العاني الأكاديمي والمتخصص في شؤون التعليم. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء. We'll be right back.